ديالنا جات في صدد الرفض ديال الاداره وتعنت الاداره بالنسبه لمطالب المشروع ديال الشاغله الا وهي الزياده العامه في الاجور. نورمالمون هذا عندنا حنايا حق مشروع وكاين في القانون الاساسي ديالنا البنك الشعبي في البند 20، واللي بالرغم من المفاوضات ديالنا ورغم النتائج الايجابيه لمجموعه البنك الشعبي التي لا تخفى على احد، باقيه جوسكا بريزون بغاتنا هاد لوغمونطاسيون موازاة مع بزاف ديال المطالب اللي هي مشروعة بالنسبة للموظفين ديال البنك الشعبي اللي كيضحيوا في ظروف الجائحة ديال كوفيد، وبزاف ديال الظروف اللي مرت اللي هي قاسية بالنسبة للعمل. وخا هيدا كنا عند حسن الظن ديال النتائج، ولكن للأسف الإدارة باقي لحد الساعة ما بغاتش تعطينا الحقوق ديالنا، وحنايا أوفياء الوعود اللي عطيناها للشاغلة ولهذا حنا كنعملوا الحقوق. بالنسبة للعرض ديال الإدارة، عرض هزيل اللي كاتش هي السي دي تي ما ترضاهاش للبيرسونيل ديالها اللي عملت فيه الثقة وعطات الأصوات ديالها. حنايا عندنا ضلوا لآخر رمق بأننا نوصلوا لهم اللي بغاوها إن شاء الله. هاد الوقفة احتجاجات في إطار واحد البرنامج نضال اللي سطراتو المركزية النقابية ديال البنك الشعبي اللي منضوي تحتوي لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من بعد واحد مجموعة من المفاوضات اللي باقي ما فضلتش شي حل اللي هو مرضي للشغيلة، في الوقت اللي الإدارة كتماطل وكتسوف عينا في تحقيق ديال المطالب. احتجاجات اللي هي بالنسبه لنا راه هي واهيه، انه الظرفيه والارباح. حنا راه شغيله كنشتغلوا بالعرق ديالنا وكنشتغلوا بتفاني وفي حب ديال هذه المؤسسه، وكنلاحظوا الارباح والنتائج الجيده اللي كتحقق المؤسسه، وبالتالي راه كنطلبوا حقنا المشروع، حق في الزياده طبق ما هو مصدر في الاتفاقيه اللي كتجمعنا بالاداره. البرنامج النضالي هو مفتوح على جميع الاحتمالات وعلى جميع يعني الاشكال النضاليه اللي ممكنه، طبعا في اتفاق مع المركزيه وفي اتفاق مع الاخوان ومع الشغيله. وحنا كنبقاو دائما كنفتشوا على حلول الى يتعذر ان تكون شي حلول اللي هي طبعا البرنامج النضالي كيبقى في التصعيد ان شاء الله تعالى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.